مساء النور. قلت لك انه حكت معي أما بين يومين. شو اخبارها؟ والله يا حرام مو مبسوطه كثير. ليش؟ طلع جوزها متجوز اكثر من مره وحاطط كل وحده ببيت ما بطلع عليها غير مره وحده بالاسبوع. شو عرفك انت؟ هي حاكتني عمل لك حاكتني من يمن وهي خبرتني. وانا هديتها كانت عم تفكر تطلب الطلاق منه. نعم؟ ليش هو شو مقصر عليها؟ حبيبي هو مقصر عليها، بس ما عم تشوفه. إيه ضروري إذا ما عم تشوفه، يعني يكون متجوز عليها كذا وحدة، بجوز يكون مشغول. أنا طلاق ما عندي. أنا عم أقول، بلكي بتحكي معه، بتطمن عليه، وفرضنا إذا بتوصي يهتم فيها شوي. خلاص أنا بكره بحكي معه وبشوف شو القصة. الله يخلينا إياك. بالمناسبة، عم فكر سجل بنادي في روسية. مشان شو؟ مشان أنحف شوي. هيك أنت ما بتنحفي، هيك الخيل بتنحف. حبيبتي طمنيني، كيف كان شهر العسل بتركيا؟ ايه حبيبتي تمام، برافو، الله يوفقك، الله يهنيك يا رب. يا الله اعطيني احكي معها حبيبتي. اعطيني احكي معها، اعطيني احكي معها، اعطيني احكي معها. هي فاتن سرعتني بدها تحكي معك، اعطيني احكي معها. حياتي اختي، كيفك؟ مبسوطة؟ يتقبري قلبي. ركاقي؟ بزمتك 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 بزمتك، إذا شفتي يحيى أو مهند أمانة قيلوا عنا عروس سورية حلوة كذا مسا هيك صيغ هيك خصالي الحميدة يعني. هي توبسيني. يلا سلمي على جوزك حياتي. يلا باي باي باي. أعطيني موبايلي، أنت هيك على طول ما بتخلي الواحد يعرف يحكي.